في مثل هذا اليوم من كل عام كان قراصنة المحيط الهادئ يطلقون أشرعتهم لبدء رحلة السطو على غيرهم، وها هم قراصنة كاتالونيا بدأوا رحلتهم في بحر الليغا من شواطئ برشلونة. حرب النجوم بدأت بتسديدة كريم بنزيما التي لم تعرف طريقها إلى مرمى فالديز، ضغط البلانكو تواصل ورأسية راموس تحبس الأنفاس وتمر بجانب المرمى، وفي الدقيقة 23 أصابت قذيفة كريستيانو أمال الكتالونيين في مقتل بهدف أول معيدا به ذكريات الموسم الماضي بإسكات عشرات الآلاف من الحاضرين. أبناء العاصمة روضوا ضيوفهم بالطريقة المثلى واهتزت أركان الكامبنو، ولو سجل بنزيما هذه الفرصة لتغير الحال كثيرا. ومع هذا الضغط بدأت الحسرة من لاعبين كانوا نجوما وباتوا في الصف الثاني على دكة الاحتياط. هجوم يبدأ لبرشلونة وبيبي يستعيد أيام الطفولة بقفزة غريبة لا معنى لها والغلبة للقصير، والكامبنو يشتعل من جديد. في الشوط الثاني بدأ الريال عازما على التغيير، لكن بوجود الساحر الأرجنتيني الطريق مسدودة، ومن كرة ثابتة بدأ كاسياس أمامها صغيرا يمنح كاتالونيا التقدم. ومع تعملق ميسي كان لابد لكريستيانو أن يتحرك، ومن لمسة خلابة من الألماني أوزيل يجد نفسه وحيدا أمام فالديز ويجعل المباراة كما لم تكن. وفي عدم وجود الجماهير المدريدية فلا بأس من التوجه إلى الكاتالونية. اللعب ظل سجالا بين الغريمين، وفي الدقيقة 88 كاد مونتويا يدخل التاريخ من الباب العريض لولا العارضة التي ردت كرته، ليبقى برشلونة المهزوز بالغيابات صامدا ويبعث برسالة لحكومة مدريد مفادها أن إخضاع برشلونة سياسيا لا يعني إخضاعها رياضياً.